وعينك عملنا لكم عرض مع ساعة على اسمه وساعة جديدة وعلى تليفون جديد. صباح للي عنده صباح، مساء للي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. هن مسعرينه لهيدا العرض ب 285 وانا عامله ب 285، وبدك معه العرض الزيادة بصير 290. عن شو عم نحكي؟ انتبه، واتش 3 هيدي مش شيء تاني. عم نحكي اليوم عن تليفون اسمه كامون بريمير 5G. عم نحكي عن تليفون 16 جيجا رام، انتبه للكلمة 16 جيجا رام 512. عم نحكي عن تليفون دايمن سيتي 8050. عم نحكي عن تليفون أومولاد 120 هرتز، فينجر برينت بقلبه، ديسبلاي اولويز ان ديسبلاي، يعني ما بتعتل هم شيء. عم نحكي عن تليفون روعة، جلد شاموا، شو ما بدك فيك تقول. عم نحكي عن تليفون عالي كتير الكاميرا، عم نحكي عن تليفون كل شيء فيه. شو هو التليفون اليوم اللي عم نحكي عنه؟ عم نحكي عن تليفون اسمه كامون 20 بريمير. عم نحكي عن تليفون سوبر أمولاد 108 ميجا بيكسل كاميرته. هيدا هو العرض الجاي معه واتش 3 حقه 285، وجاي معه واتش 3 وهيدا الباكج كله حقه بس 290 دولار. موجود بستار كول، كفالي 120 يوم على الشاشة وكفالي سنة على كل شيء. ويلا روح.